ومنتظرين مشاركتكم وتفاعلاتكم مع البرنامج في سؤال حلقتنا النهاردة. النهاردة بنطرح سؤال على انستغرام وفيسبوك وتويتر. السؤال ده بيقول ايه؟ زي ما انتم شايفين على الشاشة بيقول: هل تفضل استمرار محمد صلاح مع ليفربول ام رحيله بنهاية الموسم؟ تعتقد ايه يا كابتن هاني؟ يعني اعتقد ان محمد صلاح في مشواره الاخير مع ليفربول، اعتقد انا لو مكان محمد صلاح اتواجد لواجهة جديدة، وخاصة ان صلاح ينكسر كل الارقام القياسية بالنسبة للبريمير ليج، اعتقد بيجدد طموحاته. يمكن انا مر عليا ظرف مع طبعا فوارق مشابه مع الفارق، طبعا محمد صلاح بيلعب في ليفل يمكن اعلى ما كنت بلعب فيه طبعا، لكن كان في وقت من الاوقات كنت الحمد لله متالق مع كازازلاوتن، وجالي عرض من جنوا الايطالي. جنوا الايطالي مش طبعا مش من التوب تيم في ايطاليا، لكن يعني فضلت ان انا اكمل مشواري في المانيا نتيجه حاجات كتيره جدا، ان الناس عرفتني، كنت خايف شويه من تجربه جديده وايطاليا اللعب مختلف شويه، لكن لو رجع بيا الزمن انا هقول ان انا كنت اروح ايطاليا، لان تجديد الطموحات ده من سمه يعني من سمه اللعيبه الكبار قوي. محمد صلاح اعتقد يعني مع ليفربول ومن خلال البريمير ليج بيقدم عروض اكتر من رائعه، بيكسر كل الارقام القياسيه على مستوى التهديف على مستوى الاداء. وارد جدا ان ممكن صلاح وجهته السنه الجايه تكون احد الانديه الكبرى كمان، واعتقد برشلونه بعد شويه نتيجه يعني نتيجه المشاكل اللي فيه، لكن عنده ريال مدريد، عنده كمان بعض الفرق الكبيره اللي مهتمه بمحمد صلاح. ايه افضلها برشلونه ولا ريال مدريد؟ برشلونه في الوقت الحالي هيبقى صعب جدا، يعني برشلونه في بدايه عهد جديد، السنه اللي جايه في مارس او السنه دي في مارس اللي جاي في انتخابات، الامور ماشيه بشكل بيحاولوا يجددوا فريق. محمد صلاح محتاج فريق زي ليفربول، بيروح فريق بيلعب اولا اكيد تشامبيونز ليج، لكن فريق توب يعني متكامل. اعتقد ريال مدريد ممكن يكون الانسب بس لمحمد صلاح. اغلب التقارير فعلا بتتحدث عن عدم استقرار محمد، انه يعني هو دلوقتي مش في افضل حالاته حتى النفسيه في ليفربول، بالرغم من عدم يعني الحالات النفسيه مش مأثره على المستوى الفني بشكل كبير، لكن عامه ليفربول مش زي السنه اللي فاتت. تأخروا في البريمير ليج يمكن بعدد نقاط كبير جدا جدا، الحالة المزاجية ليورجن كلوب، بعض المشاكل، الأداء مش جيد في بعض الأحيان، فبتحس إن في توتر شوية في أداء ليفربول، لكن مش ده السبب. أعتقد السبب ممكن يكون طموحات جديدة لمحمد أكبر. صلاح إنه عايز يعمل خطوة جديدة، يلعب في دوري ما لعبش فيه قبل كده، مختلف، كرة مختلفة، طموحات جديدة، فنتمنى له كل يعني التوفيق. يعني ليه بايرن وانت مصري ألماني يعني ليه ما طرحش؟ ما هقول لك البايرن ليه، لان سعر محمد صلاح هيفوق ال 100 مليون يورو، ده اكيد. البايرن والكالتشر بتاع الانديه الالمانيه مختلف عن يمكن التوب تيمز في اوروبا كلها، ما بيدفعوش المبالغ الكبيره ديت، يعني ما فيش مبلغ يدفع 80 90 100 مليون. يعني لو نرجع بصفقات البايرن في السنين اللي فاتت، ما فيش لعيب راح ب 120 مليون او 100 مليون. هم بيعتمدوا بشكل كبير جدا على اللاعب الالماني اولا، بيصنعوا طريقته مختلفه في اللعب، مش طريقته لا، يعني محمد صلاح لو راح في الدوري الالماني هيكسر الدنيا، لكن بتكلم البايرن بالنسبه للصفقات الكبيره الارقام الكبيره ال 150 مليون وال 120 مليون، اعتقد لا تناسبه من ناحيه انه مش معهوش فلوس، لا تناسبه من حيث المبدا، من حيث كلتشر الالمان، ان حتى على التوب تيم ما بياخدوش الارقام الترانسفير العالي قوي دوت. حتى لما يعني كان في حوار مع رومينيجا رئيس البايرن، وكان بيتكلم على العقد الخيالي لميسي، فكل اللي قاله ايه؟ هو كل اللي قاله انا مبسوط له، يعني ساعد له ان هو، لكن الارقام دي مش ما عندنا، يعني ما تناسبناش، لا ما تناسبش يعني مش على مستوى ان هم معهمش، لكن على مستوى الكالتشر الفكر. ممكن يقول لك لا انا ممكن جدا، يعني مثلا هنيجي من خلال برنامجنا على هالاند، ده لعيب دنماركي جه من فريق بوروسيا دورتموند دفع فيه 50 مليون وكان رقم كبير جدا بالنسبه له، لكن دلوقتي وصل ل 150 مليون. فخلينا نتكلم خلينا نتكلم ان انتقال صلاح اعتقد هيبقى للليجا او للدوري الاسباني، ان شاء الله ربنا يوفقه ويكون ريال مدريد، يعني يا رب ان شاء الله.